السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة قبل ما نبدأ في شرح ازاي التحويل من النظام السداسي 10 إلى النظام الثنائي، فإحنا حابين نكتب مع بعض ازاي نكتب نظام السداسي 10 خصوصا الحروف في الخانات في الآلة بتاعتنا. فإحنا لو عندنا شكل الآلة زي ما انتوا شايفين كده مع بعض، بندوس على شيفت اوكي. بس قبل ما ندوس على شيفت بندوس مود الأول، مود، ونختار بيز ان رقم 4 كده. احنا دخلنا على نظام الانظمه بتاعتنا اوكي. عايز بقى تخش على النظام السادس عشر، هتدوس هنا على الهكسا كده، تبدا كتابه الهكسا الارقام. لاحظ ان الشرطه دي فيها رقم حرف A، والخانه دي فيها حرف B ودي C ودي D، فانت عايز تكتب ودي E ودي F. فلو عايز تكتب اي حرف من دول وليكن اي اف، هتدوس شيفت، بعد كده تدوس على الايه وتدوس بعد كده شيفت تاني، والرقم اللي بعده بي مثلا، عايز تمسح وتخليها اي يبقى هتدوس شيفت عادي، تكتب الرقم اللي انت عايزه، او تدوس اي سي تمسح الرقم خالص، بعد كده تدوس شيفت، انت عايز اي اللي هنا يبقى شيفت وتدوس الاي، بعد كده تدوس شيفت تاني عشان تسجل الرقم اللي بعدي، شيفت بعد كده اف، يبقى شيفت اف وتدوس يساوي، وتدوس يساوي تحت خالص اوكي. هيجي لك انك كتبت اي اف في نظام السويس 10. عايز تحوله باينري بتدوس على لوج دي اللي هي فيها رقم بي اي بي اي ان اللي هي باينري، هيجي لك رقم باينري اوكي. طيب دي كده قبل بس ما نبدأ عشان دي بتواجه الناس يعني كتير. طيب نخش بقى على الموضوع بتاع النهاردة، ازاي نحول باينري تو، ازاي نحول ديسيمال تو باينري. احنا عايزين نحول من هيكسا ديسيمال تو باينري، فطريقة التحويل هي الاتي: replace each digit by 4 bit binary. اوكي يعني ايه؟ replace each digit، لو هيكسا طبعا هيكسا decimal digit اوكي، by 4 bit binary. طريقة سهلة جميلة جدا، احنا كتبنا الجدول على الشمال خالص اهو جاهز. الهكسا ديجيت من صفر لغاية F، وادي كل رقم بيمثل الباينري بتاعه 4 أصفار، أو الصفر 4 أصفار، الواحد هكذا إلى الرقم الأخير هو 15. فأنت لو عندك EF انزل تحت ليه بتمثل ايه؟ بتمثل الرقم ده، يبقى 0 1 1 1 ادي باينري. الإف انزل عند الإف بتمثل الرقم ده 1 1 1 1، بس وحط الرقم هنا 1 1 1 1 0 1 1 1 اوكي. فدي اسهل طريقة طبعا لعمل التحويل من الهكسا ديسيمال تو باينري. لو عايز تحول رقم تاني برضو مفيش مشكلة اوكي، اختار مثلا مش لازم الحروف، ممكن يكون أرقام، زي مثلا عايز تحول 0 1 هيكسا ديسيمال، عايز تعرفه كام بالباينري، تروح على الزيرو، الزيرو أهو، يبقى تنزل تحت الزيرو كده وتحط تحتيه الأربع خانات باينري، وتيجي عند الوان، شوف الوان بيساوي كام، الوان بيساوي الرقم ده، يبقى تحط 1 0 0 0. وتيجي تجمع الرقم دول زي ما هما كده، تحط عندهم 2 بس، يبقى 0 0 0 0 1 0 0 0 اوكي. بس دي الفكرة بالتحويل ما بين الهكسا ديسيمال تو باينري، ودي الأرقام بتاعتنا من 0 لغاية F. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.